بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حلقة جديدة في الحجرات، حجرات النبي اللي كلها سكن ومودة ورحمة. هنتكلم النهاردة على معنى من معاني الحجرات. أصله النبي صلى الله عليه وسلم مش بس في الحجرات، أصله للأمة الإسلامية كلها. الله هو العدل واسمه العدل، والله سبحانه وتعالى صفة العدل صفة عدل مطلق، ده لله سبحانه وتعالى. إحنا البشر ما بيبقاش عندنا العدل المطلق، يقول لك إيه القاضي ده قاضي عادل، لكن عدله مش مطلق، ممكن تيجي قضية ما يحكمش فيها بالسوية قوي يعني. فنسبة العدل عنده يعني 99.9 من 10.999. أما ما بنوصف صفة العدل لله سبحانه وتعالى بتبقى مطلق، حكمة مطلقة، خير مطلق، عدل مطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصل صفة العدل وخلق العدل بين الأمة، لما جاله كلنا عارفين الحديث بتاع سيدنا النعمان، وجه أشهده يشهده على عطية عطاها لأحد أبنائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أولادك كل نحلتهم نفس النحلة، أعطيت لأولادك نفس الأرض. فقال لا أنا تشهدني على زور، وما لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يشهد على هذه القسمة. لما ده اتكلم طب ده في المعاملات، طب جوه البيت خلوا بالكم بقى النقطة اللي بيقع فيها معظم الأزواج. هو احنا مطالبين بالعدل زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي نفل ويجي فيه يعدل ما بين العطايا كلهم، يعطي دي زي دي زي دي زي دي السوي، ده العدل المادي ده اللي المفروض ان احنا نعطيه. ولكن في البيوت اسمعوا ما بنتعاملش بالعدل، امال بنتعامل بايه؟ بالفضل. ايه الفرق؟ الفرق كبير جدا جدا. العدل حقي وحقك، اللي ليك واللي علي. ولو انا بقول لكم اهو، لو البيوت قامت على حقي وحقك واللي ليا واللي ليك، وانت سيديات المفروض من واجباتك تعملها وانا المفروض من واجباتي اعملها، كل الحاجات دي مش صح. ما ينفعش علاقه ما بين اتنين، وخصوصا ما ينفعش علاقه بين الزوجين بالاخص بواحد زائد واحد يساوي اتنين، مش كده. أمال العلاقة إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. شوف الألفاظ اللي اتقالت أصلاً، الألفاظ اللي اتقالت في قلب، سبحان الله، في قلب المعاملات بين الزوجين، ولا تنسوا الفضل بينكم. طب مش هنسى الفضل، إيه كمان؟ معروف، وإيه كمان؟ إحسان. أعلى درجات المعاملات الإنسانية إن أنا أتعامل بمعروف، وإيه كمان؟ وإحسان. الإحسان ده عدل، ده فوق العدل. والفضل ده إيه؟ لا برضو ملوش، ده أعلى من العدل. ففضل وإحسان ومعروف وسكن لتسكنوا إليها ومودة ورحمة، إيه المعاني التحفة دي؟ يعني ست معاني وست ألفاظ من بلاغة القرآن في المعاملات بين الزوج والزوجة. شوفوا شوفوا القيمة بتاعتها عاملة إزاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أما كان يعدل كان يعدل في العطية ما يملك. طب فيما لا يملك؟ ما نقدرش عليه، ولا إحنا، المشاعر، الحب. النبي عليه السلام كان تزوج فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، ولكن كان اللهم هذا قسمي، الحاجة اللي أنا فيما أملك، الحاجة اللي أنا أعمل ده خلاص أنا أعدل فيه، اللي أستطيع أن أنا أعدل فيه، وجه الاستطاعة لأن إحنا بشر. طب الأمور القلبية لا. طب صح أن الأمور القلبية تضغي فيروح العدل؟ لا، عندي ليميت، خلي بالك هنا في بوردر أنا ما أقدرش أعديه، في ليميت هنا كده ما أقدرش أعدي طالما أنا في العدل. النقطة دي نقطة مهمة جدا. تعالى مثلا ما تيجي زوجة وتقول لي بصي انا عملت له وعملت له وعملت له وعملت له وهو ولا كلمه، انا هطلع منك من حته الجزئيه العدل دي واقول لك هو انت بتعملي علشان تنتظر؟ طب ليه مش بتقولوا لهم الكلام ده؟ والله هنقول لهم، احنا بنقعد مع الرجال وبنقعد مع الشباب ونقعد ننصح فيهم وندي محاضرات وندي كذا، وخلي بالك وانا بقول لكم بصدق على اقول لكم فيدباك بس من الفتره اللي فاتت دي، فعلا مجموعه الشباب الحالي اللي انا على الاقل الدايره اللي حواليا ناس بتسعى، مش هما بيرفكت 100% ولكن بيسعى لإسعاد زوجته وبيسعى انه ياخد خطوات حقيقية لإسعادها. نقطة الأمر دوت لما اجي أتكلم أنا عملت فأنا منتظرة، لا مش دي المعاملة. دي ممكن تعاملي بره لو أنا في شركة موظف ومدير واديني البوزيشن بتاعي واديني الحوافز عشان أنا عملت تارجت بواحد اتنين تلاتة، لكن ما ينفعش في الشراكة اللي بين الزوج وزوجته، ما ينفعش في العلاقة اللي بين. ولو قامت العلاقة على حقي وحقك واحد زائد واحد باظت الجواز حقيقي، وانا بقول لكم كده. طب امال ايه احنا بنتعامل؟ هو قال ايه؟ شوفوا كده، وجعل بينهم مودة ورحمة. طبعا المودة اعلى من الحب ومن العشق ومن الولا ومن شغاف القلب، قد شغفها حبا حتى من الشغف. فالمودة والرحمة، المودة وقت الحب واحنا صغيرين وبنحب بعض وفي شوق وفي مش عارفة ايه وفي حركات من اللي بتحصل، لكن لما بنكبر
بيتعب، او انت جالك فتره تعب خلاص كبرنا والعيال اتجوزوا وقاعدين، وهي مرحله بقى ما بعد الخمسين، الرحمه. الرحمه عشان كده كانت دقه اللفظ الموده وقت الحب والشغف والعشق وهكذا، والرحمه الوقت اللي راح الامور دي وبقى احنا محتاجين يبقى في بيننا تراحم مش عدل. فلما اجي اتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام وحجرات النبي عليه الصلاه والسلام، عايزه اعمل لكم حلقه كده ونتكلم فيها عن الشكل الحلو في غرفه النبي، في حجره النبي عليه الصلاه والسلام. ايه؟ ضحك، وهقول لكم مواقف ضحك وهزار وعدل وفضل ورحمه وموده وحب وغيره، ولكن هو بشر سبحان الله، هل كنت الا بشر رسول؟ سبحان الله بشر. وعلشان من ده بقى المعجزه الاصل ان هو يبقى بشر وجايب لنا سمت للنبي عليه الصلاه والسلام نتعامل فيه. طب نعمل ايه؟ ركزوا معايا. في بيننا حقوق، جميل انك تعرف حقوق وواجبات، جميل انك تعرف كده الحقوق والواجبات. انا ليا، والمفروض هي ليها ايه، ماكلها مشربها مسكنها هكذا، الكلمه بالمعروف، خيركم خيركم لاهلك، كل الكلام ده اعرف. وهي نفس الكلام، اذا نظر اليها سرته، وان امرها اطعته، وان غاب عنها حفظت في نفسها ومالها. ايما امراه تصلت فرجها وصلت فرضها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت الجنه، كل الكلام ده ما نعرف اسس ان احنا نعرفها، وده الاساس، ده بنقول دي القاعده بتاعه البنيان. لكن يقام البنيان بس بالعدل، مش هتلاقي حاجه طالعه كده بس مستقيم ستريت. لكن يقام بايه؟ بالفضل والاحسان والمعروف، دي المعاني اللي احنا عايزين نقصل، والسكينه دي المعاني اللي احنا عايزين نقصلها. بيت النبي عليه الصلاه والسلام وحجره النبي عليه الصلاه والسلام حجره مضيئه بالمعامله الحسنه، عدل وفضل واحسان. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله القاكم وقصه جديده وحجره جديده من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم.